انا من لازم من بطن امي بشجع الاهلي. احنا عارفين ان الاهلي كعبه على طول على الزمالك يعني. اوجه رساله للاهلي اقول انت النهارده مش تكسب بسبب ان في فار وفي حكم عادل النهارده، فالنهارده يبقى الماتش صعب عليك بصراحه. اقدر اقول مش معنى ان الزمالك كسب ماتش السوبر يبقى هو الفت، يعني الزمالك من اول الدوري ملوش اي وجود. توقعات للزمالك، الزمالك يغلب 3-0 على الاهلي عشان الاهلي امبارح وهما بيتدربوا في الملعب مجدي قفشة اتصاب ورمضان اتصاب. ان شاء الله الاهلي هيكسب ب4، يعني 4 مع الرقفه. يعني مؤمن زكريا هيبقى نجم المباراه. توقعات ان شاء الله الزمالك يفوز باذن الله 2-0 ان شاء الله، يعني بين شرقي وشيكابالا. والله طبعا انا اهلاوي صميم وبتمنى فوز الاهلي، وان شاء الله الاهلي يكسب 3-0. اجاي وليد سليمان اليو باجي، وبتمنى لجماهير الزمالك انها تكون سعيده بكاس السوبر الافريقي. 3-2 ان شاء الله، قفشة وكهربا واجاي. الاهلي هيكسب 2 جونيور اجاي وكهربا. اتوقع ان الاهلي هيكسب 3-1 ان شاء الله النهارده. توقعاتي ان شاء الله ان الزمالك يكسب فرق 1 او فرق 2 ان شاء الله، 2-1 او 2-0 ان شاء الله. الاهلي راسه مرفوع لفوق على طول. الاهلي كسب هطير بلالين. ومفروض يبقى احسن ماتش في تاريخ الاهلي والزمالك النهارده.